Naši Askario! Naši Askario! على بالكم وكنتوا مع ظالمين ما تسمحوش لينا راجل وانتوما ما سمعتوش لينا ولكن ولكن هاجا ولكن 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 ما زالوا 27 جزائريين في الحبس على جال عجل في بيكاسيو على فيسبوك وصلوا مساجين ما باعوش الكوكايين اتركوا المساجين ما باعوش الكوكايين اتركوا المساجين ما باعوش الكوكايين خلوا يهضر ان شاء الله شكون يدافع علينا احنا اللي يبارطاجيو فيسبوك خلوا يهضر لا يدافع عليكم ونجاوبكم ان شاء الله ان شاء الله نتمناو اليوم العيد الحرية في الجزائر هادو السلطات يخرجوهم الحبس ان شاء الله مع عائلتهم تفرح كما اليوم رانا فرحانين في الليلق الحيرك اليوم الليلق الحيرك وايضا يا شباب الخير يا الناس المسخرين يا ولاد الجزائر ان شاء الله حاجه حاجه ان شاء الله الهدف الاول به الجزائر تكون حره يجب ان تكون في بلادنا دوله القانون ديمقراطيه انا كمواطن انا كمناضل انا كراجل سياسي انا ما رانيش راجل قانون ولكن انا ندير ثقة النساء والرجال القانون باه يبنوا لنا دولة القانون ديمقراطية اللي تحمي جميع الجزائريات وجميع الجزائريين ان شاء الله يا رب العالمين ورانا قدام الجامع لي الله يبارك ان شاء الله تكون في بلادنا مع اتفاقيات بين الرئيس الجيش والمحاميين الحراك دولة مدنية يديروا حكومة العسكري يقعد بالكازينة انتقالية دولة مدنية دولة مدنية ماشي عسكرية 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 الله أكبر على الجزائر ان شاء الله تكون حكومة انتقالية للجمهورية الجزائرية على المحامين والرجال عندهم كفاءات في المجال الاقتصادي وفي المجال المالي وبعد خرجوا من الازمة الاجتماعية ان شاء الله الدولة مدنية ماشي عسكرية هم داو يدوه لايف خوتي يدوه في رشيد نكاس هم ليك هم حبوه يدوه لايف اطلقوا هم ليك يفدوه في الغشي خوتي هم ليك هم شوف هم ديرك خوتي هم يدوه في الغشي هم ليك لا حول ولا قوة الا بالله هم ليك هم ليك شوفوا يا زين شوفوا فيلمي ويا ناس
شنو راشد مسكين